بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بحل ورنش لي هل لي بحركة سابقا قلتو برفس معلك أيوة الناس وفريق صلاحبان أيوة بحترك أيوة بحريو بحقنا أيوة سامح هذا كلام نعم يا الله شكرا بحريو ولما كان طلع تروحي أي قال لي أرجع لقى أي تكوى قوم بدين بالي ليه كهذا أولي ما أضل سيفيكيشن ووضع في الجريسي مركا مثل كان انتي وين دو ايش فكر انا سا لكن دوت كان امك الى ابليس لا هي العلاقه الدبيس دوت كان لو بلها ايابا الى ادق ارو امك وحا ورب دورا وحا لو دورنا وحا دباتوني كان عايزة اي دورنا ان وحا البرال لين سو قاده ان دويه سيدي أمراء ورود الحبود دوئيه يوحى إنوطر أيامنا دركي قوي بوكر وسد حبودي أها وأنا أقول هذا أنا إلى هذا كان وراء مريض هنا قد دي تربحيتا قد دي فرصم الله ويغفر عنك عن تولتك اللي تركي كدر بي وصحي مراء الكورة يقد يدو إيد انت صوتك تلك قوته وقوبه لان اول اول ما تا بروفيسور يدكتور اسكتي سو سو صار دي انا ام كشر كبدل بحماي كل هو هدي على سلاحه تجوا هو او اصلا يقول سيتي سيديكيشن مركا سو هو يقول يقول دوله يعني ان اي تهاي هاك ما رايت مالو كقرب هذا ومثل هذا الله بس ما يخاصه civic education يبور education civic مش لا إله ياسف قال بارا شاب مارين تو سد حرو يسار سارو إري قلها صوالي والله مترشوي وقعد كار قال هاي دولة تعرف صوالي قال لكن civic اسم حكاية ما كان سكروا يتر صوفوا يسوا ولا شاب جنب يسوا شركة هي موافق شروط السياسي حقوق الأولية هي إيه حقوق مثل الأولية الكورية نحن إلى أي نفس بس الشيء اللي أنا بدها وحوالي قف كي موافق كهذا أظن حال حقوقنا الشرق الكسي كل سياسة ذا كل قارة كل نفط إيراني كل حورة إيراني كل ضد كالتورة كنت أظن حال قولي أنت على وشك مركز أظن بشر أنت أسلك فهمتم أنا هي هي محو حقها من يقولي أنا أنكرة أنا اللي برشل ما هي يقولي أنا هي اللي برشل ما أنكرة هدي أنت على زمان تقول أنا أنكرة أنا بقول أنا أنكرة لما ترى إن هاي سطانة أنت على سلسلة قريبة ما أفسواريا مرك الله يعني يقول كم بدأ سفري من هذا كله هبلو حاول كسفري كتاه هبلو حاول كسفري كتاه يعني حاول وحاب مجر وحق جدا هذول قالوا ما روحا لبيا مرجع واحد وياه محا أدي لبوا قط محا سريع كده حي نهار كاس كم رايا عايكت نهار كاس كم رايا معيكت نهار كاس كم رايا وحوله يبقى قاعد كت كل كم قف كل حاول كيس كده قف روا قوله بوشة من تعلم بكبو يلا سامر كبرت انت هو اللي بقول لك الله إلى أحد لا والله لا كيف تذكر دولة وسيارة بام بيدية وقراءة يوصل ما كانوا بروي بقرص لك قرية ما عيال بروي بحرة أدو كل أبو استعمار أدو كل بدي سو برا إن قال ما تعرف ما هي سيرة المسؤولية كذا تاسوا أي تدري سيارة قدر أفهم أنت برفسر ولا شيء رحي لكن هو أمر كان إنجليزي سنة أضل أوبا إن كل يوم بخمسية إن لا سوى لا نشتريه إن الحاجة تري أصلا قف كوكب لهم haddaba inta hadii ay tahay xeerarka dalka ka dhaxay waxaan uga baahday dhibaatooyin maanta la sameeyay sheegay maanta saddexdi waa la sameeyay professorada caalamada jaamacadaha aqoonyaha ee dhalinyarada waxa uu sheegay marka uu wax uga sheegay marka saddexdi aad ay joogaa waa ruuxa dalka jira waa inuu sheegaa maxaa dhacay shacay ka dhaxayna labo saddexdi waa la sheegay
ولا بدوبي كإسلام كا كان رومان كا يكينيا بقى كينيا بقى كا يقولون لكن كينيا وآل وجه عليها لكن آل ولا أفغونين وإنتين هذين السويدين لكن كينيا كشرع عبد كينيا كشرع لما أنت واحد كشرع عبد شرع عبد دعوا يقولوا الله يسينا لاش الله يستوى الله حلقا يا الله يا حتى أنا مرة قفت رقم معي وحيد عايا كينا لو سبيها لو مريا دورشان أبو رئيس حزبيا لسني ويرودا شرعيا لسني نقالا لقلي وحل الشرعية لسلسل هذا الحزبيا لي محل كدوري حزبيا لي وحل الوحي نوتريا وقرأي كيسان السماعي كوتريا قيب قيب سنان تبشر أرضا أرضا قول 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 رجية دور خلا قيب سنات دعية دعوة خلا قيب سنات قلية فقير خلا قيب سنات أقويها يا قوت بانك الله كلا قو إن تصورت إن المسكاشر الإسلام الحزب الإسلام سيال أو أي نطلع إن تصف فكرة بأبو تين أبو هني لا حزب الإسلام كوا على لا تنج أي كلوي أنت الحرة لا صور لكم أنت هيك قرسي جدا حزبيه لرتب سنو هذين اسوي دينو قيب قيب سنكين ما ينقص سارين وما قولي رضت كم اسكون ده أرض أرض عين ما ينقص سارين وامد قال يفقير ما ينقص سارين اسكون دي وامد ده آخر الوعي المجتمع ما اسكون حلاه ودم ما اسكون ده رم نير مودك واتو كاره أقوياك يمكى قانته حكاية أنا بس كده رأي وعمل كده. ده أنا إيمان ماي ونحسب على هذا أنا وهذا واحد قول ولا شيء ولا لسه تعجبنا هاي. إذا كان إيمان دروشي. وحلو ما هاي. لا. هذه حياة يكرسوش على القرآن أنت على وداري. وجودي سري علماء ما حد غلب علم ليه. وبقول يصدر. قضبنا قضي أو إلا الحبيبية أما قلنا يكون في الشرعي لا يسلي شرعي أما أقبلا أو موضوع ما يسنى أو مؤقورا مرة عنا وامد كالي مصمع أول مقالة تهيلا يوا يرو سؤال كالي مركا أرغو ويرغو يلك ورمو وحا أركي دفكي مجتمع الحكومة أي أو اسكوا وقصان إلى الدولة عصر سميستان حقيقة رأي تاعي إلى أن كودي كبوري وعلى أكبر دولة عصرها وعلى قفت بركة وقوبة هذا يعطى إن الله شرحه وحد دولة أي مصارة تنقل تاسوة تشرعية حد يمكن أن ننجلو إنه هو واكي نالك خيارك وكبه شروح يكود ذالي سريع عادما إلى الدبقاء كفكية هذو قفقف دولمه وحاروها محولي سولعان واتاتون وحيالي الحيستة وحكمل مورك تي سياسة حزبين يسعوا لي حزبين كانوا قليلين واي قلتوا أغنين خدوني لقابل لك يسمى ابنات العشر إلى الرأي حزب ودد مبهين تدكوا واحد دوري يوم باصعنا وإلى التشعر وأرغوني مرايا وحلوك هنا يا نين دلك البناء هو حضور حلا وعنده ورد عصوة قول والله غيراء ورد كسبوته هذا دي دول عدك بأكاتك يا قفر الله حضور حضور يا دل عصوة الله باير كي ورفيسر كي اختر كي كي أتوه رسول الله بأوله هبين أولا مش حرق يا يمتلك هذا هو الاسم يا قبل الدليل قبل بأحضر السيارة وأنا أقول لك شيء حقا ترى أقول لك أو بان الله لي وحوحا ودور راي إلا ما ينسكتش على ليه لا لا تشرك ويلي يا جبر وحصو كل احتلال وصاية تقع ترى يسوي حوارك إلى السياسة الصحراء أفر تشرك بكوكاريا نحذر بكوكاريا ترى ويجيت هذه كان بعد العلم يسير سمير بكاريا مركب بكاريا إن بدل لقى شيء كي لقى شيء كي لكن تلاقي لقى قال له أي واحد نرى نبته إن نكون قلنا له أنا دتك عن بره واحد جوري يروح على المبيعين إن هو قرضية
inagoo landheeriya inagoo faankiya inagoo reer walba dadka u wanaagsan yahay oo kuwa kale aaray wanaagsanayn u fiirsa reer walba gaarshayaan iyagaan war kuwa kale maaha midna madax kale uma ogolaan waayo isma gudbaan isma wareystaanba nidaas inay iska u faan badan isagaa ugu dhaqan wanaagsan isagaa ugu qaas laakiin in nidaam aynu qaali wada noqonna ma isku daraa aynu wax weyn noqonna ayay u baahan tahay oo la isku riixo saddex waxa isgaraacayoona dhibaatay naga haysataa dhaqankeennii iyo kii la doonayay dowladnimada sharciga dowladda dastuurkii la qoray sharcigeena dastuurkii ma ogola xeerkiina ma ogola waayo xeerka mudaafaca caaqilka iyo suldaanka wuxuu u dhaartay oo ilaaliyaa jin qaranka ma ilaaliya isagu marka war jinkiis mar mudaafaca marka hadduu kii jinka daafacay kii baarlamaankaa qaranka loo doortay ama guursida qaranka loo doortay ama madaxweynihii ama wasiirkii ka awood bato oo shicibkii ka raaco dee ka qabilka walaa awood badanaya marka waxay u baahan tahay in la idhaahdo dadku waa adduunka oo wada qabaay ingiriiska hadda kasan ku dayanaa waa qabiil buu kala socda haddana wuu isku adag chinas waa qabeel waa dhaanas laakiin wuxuu eegayaa inuu qabiilkii qaranimada ku dhiso ilaaliyo qabiilkiina ilaaliyo dantiisa ilaaliyo inagu tiiba wari inaga qasa marxalada marka qaranka waa la dhisayaa garboonkooda waa la oranayaa sharciga waa la sareynayaa laakiin waxa la harayaa weli sentimentka reerka ka weyn labadaasi waa dhibaatooyin in la jirtooyin marayna inaynu isla fahmo la barto aynu kaga baxnan doonin morality markii ninkii la doortay xisbigu qabiilo kugu soo doortay eed baarlamaan tahay ama wasiir laga dhigay ninkii waxaa leeyahay reernimaas ku tiri reerkii maxaad u qabtay hadduu reerkii aaqabaana tiilkiisaa doona suuqu yaala baanimadu birta noqonaya reerkii ma raacay haddii wasiir wal iyo xildhibaan waliba reerkooda u shaqeeyo qarankii ka tagaana qaranka ugu dumaya ninkii dadkii soo doortay waxay doonayaan taa jeeska ah warna oodhan waa mashaakilka aanu arko inuu sharcigan iyo barashada aynu barayna aynu kaga dhaweyno uu daweeyo odayaasha waaweyn aqoonta leh ee nagu sii hadeen dabada yarina inay aqoonta qoraal ahaan inooga tagaan ina fahamsiyaan dayartana arrintaa laysla fahmo tusaalaa la siinaya ilaa iyo 2002 aynu doorashada bilownay kaynu dooranaba waxa la yidhahda shalay dhaanta bal waxaad ii sheegtaa golaa iyo doorashada doortoraga kuwana ka fiican kuwa ay beeriyay imkaa doorashay nagu diyaarna maantay soo baxaan baa oranaya kuwii horaa dhaamay miyna ka koray ma tahay miyna ka koray imika waana ka koro imika olaa socda maxaa doorasho maxay kusoo baxaysaa qofku muxuu yaqaanaa ma waaye aragba ma daacadba ma miyir qabaa kondishoniskaa sharcigu sheegay lama eegada waynu ognahoo naftaa isakeen baxsan oo reehelow tus maynu ahayna reehelow maanta sii reehelow markay isla baxaan oran maayaa ninkan shaqada ay ugu dirina ma garanaaye ka ama ugu qafqaf badan ama ugu marburisha badan baa soo baxaya hadhow tu deetana aynu amanaya ninka aanu dooranay lasu wada keenay oo reer uma tusmo iyo xarifma u soo baxay gabdhihiina gaba tegi iyaga la iska dib gabdhaha iyaga gabdhaha mari hore ugu damarisaya raggi naftiisibaa soo saaray kii wanaagsanaa hashi qabyaalada hadhow kuma dana calaacalka isagoo doona shalay dhaanta kii oraa ku horee dhaamay marka waxaanu ka doonaynaa duruustani inay arrintaa inoo daweyso waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha hawshaa weynay qabatay iyo aqoonyahankii ku beeriyey iyo aqoonyahanka maanta kasoo daba arrintan kasoo qayb galay wasaaradaha iyo jaamicadaha lagu wareejinayana fari maayo waxaa qabta laakiin waxaan ku codsanaynaa inay aada loogu dadaalaan inay dadka waxbarayaan iyo mujtamac nagalaha u galaan in la dhacsiiyo waaro waxaanu ku soconayo waxaanu doonaynaa waa kala jaaday aynu waxaan barano inaan ka gaarin odayaal daaday wakhti badan joogay laakiin maanta intan waajibdu balse nala hejiya aada iyo aad baan ismaqlayha dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi.